الرحمن الرحيم، يلا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير خلق الله أجمعين. قبل ما نبدأ نحل أسئلة امتحان اللي هو شتوية 2018 اللي هو على المنهاج الجديد، بس بدي أنصح نصيحة هون بالنسبة للحسبة تاعت إنه أنا قديش راح أخذ وقت وأنا بحل بالامتحان. هذا مهم جدا، ترى في ناس كثير تلاقيه بيدرس كويس، حافظ المسائل ودرس ممتاز، بعدين ما جرب نفسه في الامتحانات. وانا هاي النصيحه اللي بنصحكم فيها بعد ما خلصنا الماده، برجع بقول لكم ارجعوا عيدوا حل اسئله الكتاب مره ثانيه، تاكدوا من افكار الكتاب، احفظوا الاشي اللي بده حفظ، لكن على دائما خلي حلك على الفاهم مش على الحفظ. لما بيجيك سؤال مر عليك فكرته معناته بدك بسرعه تحله. شوف انا كيف بحسبها، بقول انا الامتحان كله علامته الكليه قديش؟ 150 علامه. قديش معي وقت انا رسميا؟ معي 120 دقيقة اللي هي ساعتين، كويس؟ معناته العلامة الواحدة بدها 48 ايش؟ 48 ثانية. ايش يعني 48 ثانية؟ يعني أقل من دقيقة. نعيد الحسبة مرة ثانية. أنت قديش عندك الامتحان كله؟ كم علامة عليه؟ 150. قديش الوقت المتاح لك؟ ساعتين رسمياً. معناته العلامة الواحدة إلها 48 ثانية، كويس؟ هاي دقيقة، 120 دقيقة إلو كم ثانية؟ 48 ثانية. معناته العشر علامات إلهن 8 دقائق بالضبط، الخمس علامات إلهن 4 دقائق. خلي هاي المعادلة برأسك. طيب أقول لك، طب ما هو السؤال بجوز يأخذ أكثر من 8 دقائق. مظبوط، هو أنت بصير هنا الشطارة عادت في التدريب، إن أنت بتتدرب على الأسئلة ومر عليك افكار. ولو تلاحظوا يعني اللي بيحل اسئله التوجيهي راح يلاقي انه افكار مكروره، يعني بتعيد. طيب انا لما يكون الفكره مر علي وانا تدربت عليها، ليش تاخذ مني 8 دقائق؟ المفروض ما تاخذش مني 8 دقائق. ممكن انا خلاص هذا النوع من الاسئله مر علي وجربته وبعرف احله، بجوز ياخذ مني 3 دقائق 4 دقائق. معناته صار عندك وفر قديش؟ 4 دقائق. هذول بتخليهم لمين؟ للسؤال اللي فكرته هيك غريبه وممرش علي واول مره بشوفه. خلينا نشوف كيف احنا ممكن نطبق هذا الكلام هون ونحاول نحل حل كامل للاسئله. يلا خلينا نبدا بهذا السؤال. مين يحل معي؟ احكي لي كيف بدي اسوي. شو بيجي ببالكم هون على طول؟ نفرض الجذر. نفرض ما تحت الجذر. ما تحت الجذر. يلا سؤال تساوي. طبعا واضح جدا انه ما فيش شيء تسويه غير هاي، يعني مظبوط. ما تبلش بهاي وقعد تفك فيها. بعدين مثلا قبل شوي ضياء بيقول لي انا هاي فكرت انها مربع كامل. يا سيدي حللها بالاول، شوفها مربع كامل ولا عشان تسوي مطلق. لكن اذا طلعت مش مربع كامل خلص سويش مطلق. يلا اشتق الطرفين، د ص يساوي واحد، يعمل علينا توقيت. خلينا نشوف قديش بتاخذ منه وقت. تمام. وبعدين طلعوا كيف بحل انا؟ طلعوا كيف ما بعمل مسودات، حلك على ورقتك كل شيء خربشتك ان شاء الله غلط. حل هون. د س تساوي د ص على 2 س ناقص 2، او بناخذ عشان مره واحده مو عشان تزبط مع هاي، يعني انا مش جديد على الموضوع، مش لعبه هاي. يلا اذا صارت س ناقص 1 الكل تكعيب في جذر ص ص على 2 س ناقص 1. ممتاز. هسه شو بدك تسوي؟ ناخذ واحده كل تربيع. يلا عيد الكتابة. س ناقص 1 الكل تربيع في جذر الصاد د للصاد. ممتاز. هسا بدنا نخلص من هاي. بنفكها أول شيء. كيف تفكها؟ اللي هو الأول تربيع. يعني تخليها هيك. الأول تربيع. 2 سين زائد 1 في جذر الصاد. هسا بنرجع فرضنا بنلاقيها بتشبهها بس الأربعة هون. هناك أربعة هون واحد. لحظة. خلينا نتفهم على هاي. هسه هاي بتشبه هاي ما عدا الناقص 4. من ناقص 5. لا مش هيك، طلع انا بريحك من هالشغله. افرض واحد ما خطرش في باله اللي بدك اياه، انا فهمت عليك شو بدك تسوي. بس طيب خلينا نطلع على هاي لحالها، ما هي نفسها هاي. مظبوط. معناته نقول الاربعه لهون صارت صاد زائد 4 س تربيع ناقص 2 س 100%. هاي فكره، يعني ها ما مرتش مثلا، الواحد ممكن هيك يحس حاله يتلخم فيها. اذا هاي بدي اشطبها واكتب مكانها ايش؟ صاد زائد 4.
مرة ثانية، أنا شو هدفي؟ هدفي أخلي كل التكامل الآن يصير بدلالة صاد. بس إذا أنا شو بتصير؟ تكامل صاد زائد أربعة زائد خمسة خمسة هذه بجذر الصاد. ممتاز، دال صاد. كمل، إحنا نحل الآخر مش بس نجيب الفكرة. بنحلها بنحلها لا بنحلها تكامل عادي. لازم ورد الجذر صح؟ مضبوط. حولتها لأسس، ولا بدها ولا بدها شيء هاي. من كان لها تكامل عادي. خمسة على اثنين. اثنين على خمسة. طلعوا كلامي هسا اللي بقول لكم عنه أنا الحفظ. يعني هون مثلا ممكن تقعد ليش ساعة وأنت تسوي لي توحيد مقامات؟ ما حدا بده منك توحيد مقامات. بل على السريع اللي تسويه. ثلاثة على اثنين، اثنين على ثلاثة. اللي هي بتصير عشرة. طول بالك هسا حبة حبة. يلا نرجع قيمة صاد. يلا رجع اللي هي فرضناها صاد. احنا ايش فرضناها؟ س تربيع ناقص 2 س ناقص 4. اذا نكتب س تربيع ناقص 2 س ناقص 4 الكل كل اس 5. يلا زائد 10 في الجذر التربيعي بس س تربيع ناقص 2 س ناقص 4 اس 5. استاذ نسيت شيء. ايش؟ النص فوق دال س تساوي دال صاد على نص في س زائد 1 ناقص 1. والله كلامك صحيح. هيك بروح مني علامي ترى. أي بالضبط على حسبي يا أستاذ. بروح مني علامي هيك. إذا هون لازم شو أكتب أنا؟ نص هون. هون نص. وهون نص. وهون نص. وهون نص. وهذا كلياته بدي ينضرب في نص. معناته راح تصير هيك. خمس في الجذر التربيعي. لسين تربيع ناقص 2 س ناقص 4 اس 5. انا هذا اللي بقول لكم اياه لانه بصراحه انا لاني بشتغل على الجهاز على الورقه ترى بتكون متملك السؤال مظبوط مبيني اكثر. بتكون مبيني اكثر. اما هيك انا في شيء ما اشوفوش. طيب هيك السؤال صعب ولا سهل؟ ما صعب. طيب انت هيك قيس لحالك، قول انا بيني وبين حالي لو هذا السؤال اجاني شيء زيه هو انا حاط لك عليه قديش هالسعيات تقديرا قلت لك 8 دقائق. ممتاز. قديش باخذ منك فعليا لو حليته بالطريقه هاي؟ 5. ما اتوقع فكرته غريبه. ما اتوقع فكرته غريبه. لا باخذ 5 دقائق اجل يا دوب. لا قول 5. انا بدي اعطيك 5. قديش صار عندك وفر؟ 3 دقائق. دير بالك عشان تقولوش الوقت بكفيش. ترى يا جماعه هاي الحركه اللي بحكيها هاي اذا ما تدربت عليها الان ما تيجي تدرب عليها ليلة الامتحان على الفاضي. يعني أنا بقول لازم تحلوا على الأقل 6 أو 7 نماذج اختبار حتى تتقن هذا الإشي. طيب نروح على بعده. يلا هذا بدي واحد محلش، يعني واحد ما جرب يحل هذا الامتحان. هياتو أجاك هذا السؤال شو بتعمل فيه؟ شو بخطر في بالك تعمل فيه؟ يلا بستنى منكم. فرض ايش بدك تفرضي؟ هاء السين. ممتاز. اذا تفرض صاد هي هاء السين. كملي. دال الصاد على دال السين تساوي هاء السين. حلو. كملي. دال الصاد على صاد تساوي دال السين. دال الصاد على صاد اللي هي هاء السين يعني تساوي دال السين. ممتاز. طب هاء السالب سين شو تسوي فيها؟ هي نفسها بس من فيها سالب. يعني ايش اكتب؟ بدك تكتب دالة صاد. انا 1 على صاد. ايوه برافو عليك. صح. ليش؟ لان هاء سالب سين هي 1 على هاء السين. شوف يعني هاي الحركه اتوقع كثير تكررت مش جديده علي، هاي مش اول مره بشوف حركه زي هاي. انا يلا نعيد كتابه المساله. راح تصير 1 على صاد مظبوط مكان هاء السالب سين ناقص صاد. وهون راح نكتب ضرب دال صاد على صاد. تمام هيك. الان شو صارت المساله؟ يعني ها مبين تلطفت. شو الفكره الان؟ دخل الصاد.
توحيد مقامات توحيد مقامات، ما انت شايف الكسور هون؟ دخلها قبل ما الواحد تختصر بسرعة إذا دخلت الصاد. آه يعني بدك تضرب الصاد في المقام، فهمت عليك؟ يعني هي بدها تعمل هيك، طلع كيف تعمل صاد في واحد على صاد ناقص صاد، مظبوط. شو بيطلع عنا؟ واحد ناقص صاد تربيع. إذا هاي صارت واحد ناقص صاد تربيع، خلاص. في ناس بقول لك لا يعني أنا بدي أوحد مقامات، أنا هيك تعلمت بدي أوحد مقامات، برضو صح. يلا كملي هالسعيات. مثلا فوق تربيع. واحد يقول لي آي أنا أول مرة بشوفها. لا نفك التربيع نحللها. يعني ايش ايش طريقه التكامل تبعتنا؟ كسور جزئي. خلاص كسور جزئيه هاي بدها شطاره. اذا هون صارت واحد على واحد ناقص صاد في واحد زائد صاد، درجه البسط اقل من درجه المقام، انتهت القصه. يلا نعمل واحد. بدك توري في الامتحان في بالبسط دكتور، في بالبسط صاد، في البسط صاد، وينها صاد؟ ما وحدنا مقامات. لا لا ما وحدنا مقامات. طلع شو سوينا؟ ضربنا المقام في المقام. اه في صاد برا. اه صح. اه هيها صاد هون، فلما ضربناها راحت. اه اه لا لا شغلنا صح 100%. اذا بتصير هون الف على، شايفين هاي الكتاب اللي قاعد بكتب فيها؟ لازم تنكتب في الامتحان، لازم تنشاف، ما تختصر خطوات هون. واحد يساوي الف، طلع هاي هاي مثلا اختصر عادي، يعني ما توريني توحيد المقامات، وريني كيف ضربت. بعدين بتقول عندما صاد تساوي سالب واحد، يلا واحد تساوي يساوي، حطينا سالب واحد هاي راحت الالف، اذا سالب اثنين ولا اثنين باء؟ اثنين موجب، اثنين باء، اذا باء تساوي نص، ماشي. وعندما صاد تساوي واحد ايش راح يصير؟ الباشا طبط، واحد يساوي اثنين ألف، ومنها ألف تساوي نص. بنرجع نعيد كتابة المسألة، صار التكامل نص على واحد ناقص صاد دال صاد زائد تكامل نص على واحد زائد صاد دال صاد، يعني صارت نص لوغاريتم للأساس هالة مطلق واحد ناقص صاد زائد نص لوغاريتم للأساس هالة مطلق واحد زائد صاد. طبعا ما ننسى زائد دين، ضايل خطوة نرجع قيمة صاد. إذا النص لوغاريتم لمطلق واحد ناقص هاء السين. دكتور سالب نص الأولى. سالب نص ليش؟ استفقت الواحد ناقص. مظبوط كلامك. سالب نص. هنا نص لوغاريتم للأساس هاء لمطلق واحد زائد هاء السين زائد جيم. إذا يعني بجوز هنا ننتبه على هاي، إنه هاء السالب سين هي واحد على هاء السين، اللي هي واحد على صاد، انتهى السؤال. بنرجع بنقول هذا السؤال كان عليه 10 علامات يا جماعة، تخيلوا هذا سؤال في التوجيه عليه 10 علامات، قديش بأخذ منك وقت؟ دقيقتين. خمسة. هاي صار عندك وفر 6 دقائق، شوف كيف؟ هو أنت برضو بدك تنتبه يا ضياء إنه إحنا بنتكلم عن الجدة، يعني بجوز يجيك سؤال مثلا ما تخطر على بالك فكرته على السريع، بدك تضطر تجرب اول زي ما انتم متعودين. بالضبط هاي. اسال سؤال، هل هذه الاسئله مثلا افكارها ممكن تخطر على بالكم وانتم بتحلوا؟ لا بسيطه. مرت عليكم؟ اه يعني مرت عليكم. هاي بس اللي بدي اوصلكم اياه، الان ما حدا يركض ورا اي سؤال خارجي ما له يعني خلينا نقول كيف بدي اقول لك يعني هيك معقد، مبين انه معقد. خليكم على اللي على مستوى الكتاب. يلا خلينا نسوي هاي. آه. هاي ترى لحال، هاي هاي مسألة هاي عليها 10 وهذيك 10، هاي الناس يجوز عليها 7 أو إشي زي هيك. آه مين يسويها معي؟ وزع الجيم على البوست. مطابقة جيم ألف زائد باء. يعني بدك هيك؟ آه. ليش متطابقة؟ لحظة شوي، مين قال متطابقة يا جماعة؟ آه صح، فكرت الزاوية. الزاوية لا الله يرضى عليك مؤمن، مالك؟ هاي مش زاوية، هاي مش جيب سين زائد قتا هيك. لو كانت هيك اه بعمل متطابقة. يلا هون تمشي معي ضياء. يلا باي على 4 لباي على 2، طبعا لاحظوا احنا كله بالربع الاول، سين جيب سين دال سين زائد تكامل من باي على 4 لباي على 2 جيب
في هاي قتة تربية يعني قتة تكعيب. إيش يعني قتة تكعيب؟ قتة يعني على جهل صح؟ آه. على لا اكتب بالتفصيل يعني لما تحس حالك راح تلخبط اكتب بالتفصيل. حلو الكلام؟ يلا كملوا هالسعية. هاي واضح إنها إيش؟ شو الطريقة؟ أجزاء بدها الشطارة. أنتم ملاحظين الامتحان كيف جاب؟ أول واحد جابها تعويض، الثاني جابها تعويض مع كسور جزئية، هون جابها إيش؟ أجزاء مع حفظ. طلع لما نختصر هاي مع هاي إيش راح يصير معانا؟ خلينا نعيد كتابة السؤال. تكامل من باي على أربعة على باي على اثنين لسين جيب سين، وهاي أتوقع خاف الله من أسهل الأمثلة اللي حليناها. هنا راح تصير تكامل من باي على أربعة لباي على اثنين لمين؟ لقتة لقتة تربيع صح؟ دال سين، لأنه راح يصير واحد عجيب تربيع، راح يصير واحد عجيب تربيع. القتة تربيع هاي حفظ هاي حفظ. يلا الآن نيجي على هذا. يلا كيف نسوي هون؟ قاف تساوي سين. يلا سريع، نفرض انه قاف تساوي سين ودالها دال سين تساوي جيب سين دال سين ها تساوي سالب جتا جتا سين. راح نضرب هذه في هذه ناقصها في هاي، هيك الخطوه الاولى وهي الخطوه الثانيه. اذا سالب سين جتا سين ناقص تكامل ايوه هسه بصير زائد جتا سين دال سين اللي هي ايش راح تساوي بهاي الحاله؟ سالب سين جتا سين. طلعوا انا نسيت الحدود شويه عشان بالاخير احطهم. زائد جيب سين الحدود من باي على 4 لباي لباي على 2. يلا هنكمل هذا الفيلم كلياته للاخر، نوصل فيه للاخر بعدين نرجع للجزء الثاني. طلع كيف انا حطيتهم جنب بعض هيك وفصلت بينهم فاصل عشان يعني ما انساش اشي. يلا اللي بعده هسه راح نعوض بالحد الاعلى ناقص التعويض بالحد الأدنى. هسا هون أنت توري إنك عوضت أو تحسب على طول سيان، ما بفرق عنده، هو بده الجواب. بس أنت إذا حاس حالك إنك راح تخربط في الحسابات وري الخطوة هاي. يعني قل له هيك ناقص بايع اثنين جتا بايع اثنين زائد جيب بايع اثنين، وري هاي الخطوة. في ناس بقولك لا يا أخي أنا بعرف أحسب. يا أخي احسب خلاص، احسب ولا توريني الخطوة. بس انا بدي اكتبها عمدا، بقول لغايات الاختبار اكتب الخطوه هاي وضحها تماما. بتاخذ عليها علامه ناقص التعويض بالحد الادنى ناقص باي على 4 جتا باي على 4 زائد جيب باي على 4. يلا اعملوا الحسبه خلينا نشوف. 0 زائد 1 هاي 0 راحت، وهي 1 اذا هاي 1 كلها ناقص. يلا زائد باي جاء على 4 جذر الاثنين هنا باي يعني بين قوسين سالب اللي هي جت الباء على 4 اللي هي 1 على جذر الاثنين، اذا صارت باي على 4 جذر الاثنين زائد 1 على جذر الاثنين. طب اخليها هيك عادي عادي. يعني في ناس بروح بيقضي لي 5 دقائق وهو يسوي بهاي. يا اخي هو مين قال لك انه بدي اياك تبسطها هاي؟ ما قال لك بسطها. هاي هسه اهم من نشتغل في هاي اهم. يلا مين يسوي لي تكامل قتة تربيع؟ سالب ضغط سالب ضغط سين الحدود من باي على 4 لباي على 2 يلا وتساوي الحد تعويض بالحد الاعلى ناقص تعويض بالحد الادنى سالب ضغط باي على 2 ناقص هون ضغط باي على 4. طب الضغط شو هي اصلا؟ واحد على ظل بالضبط كويس ناقص واحد على ظل باي على 4. طب قديش ظل الباي على 2؟ غير معرض ظل غير معرض واحد ظل باي 2 جت عجيبه دكتور خليها عشان لو خليناها جت عجيبه احسن. شايف هون ورطتني هاي. اذا الصح انك تكتبها جت عجيب جت باي على 2 على جيب باي على 2 فراح تطلع صفر. فضلت الباي على 2 اصلا هي صفر. اذا هون صفر ناقص ظل الباي على 4 قديش؟ 1. اذا هي ناقص 1 بيطلع سالب 1. اذا نسعياتها كلياتها في زائد بينهم. لو تلاحظوا انه انا راح يطلع معي الجواب النهائي كيف؟ راح يطلع الجواب النهائي معي هيك 1 ناقص بين قوسين
ناقص باي على 4 جذر 2 زائد 1 على جذر 2 ناقص 1. الواحد مع الواحد شطب، دخل السالب جوا، صارت باي على 4 جذر 2 ناقص 1 على جذر 2، وهذا بعتبره جاب نهائي. طلع هون أخذت مني وقت الحسابات، هون ما تخفى الحسابات. مثلا في القطوع يمكن يجيب لك كسور، راح يأخذ منك وقت. طب أنا يعني بتقول فهم الفكرة وغلط في الحساب، طب ما تضيع علامات، تضيع علامات. يلا اللي بعديها شو بقول لك هون؟ هسه فقرات 6 علامات، حسب اتفاقنا قديش وقت بدنا ناخذ عليهن هذول؟ تقريبا 5 5 دقائق مش اكثر. خلينا نشوف قديش باخذ منا وقت. اذا كانت تكامل قاف فتحه س زائد س كله هذا بيساوي س تكعيب زائد ك س تربيع زائد 1، وكان ميل المناسب منحنى قاف عند النقطه 1 3 يساوي 5، فان قيمه الثابت ك تساوي ايش؟ كيف نسوي؟ نشتق الطرفين. ايوه بالكامل. هذا قبل ما اشتق انت رد علي، مو انت لو اشتقيت راح بصير بصير والله بدي ارد عليك انا. بدي اشتق الطرفين، احكي لي. قاف فتحه س زائد س قاف شرطه زائد س تساوي 3 س تكعيب. خلاص انزيدال س 3 س تربيع زائد 2 كاف س، مضبوط هيك؟ والواحد صار صفر. هسه ميل المماس شو هو ميل المماس؟ قاف فتحة. قاف فتحة، إذا نودي السين لهناك. من أول مكان قاف فتحة 5، مكان السين 1. لا لحظة شوي، مكان قاف فتحة بنحط 5، يعني قاف فتحة الواحد هو هون أصلاً. هاي العبارة شو معناها؟ معناها إنه قاف فتحة الواحد يساوي 5، وقاف في الواحد يساوي 3، هيك وهيك هيك معناها أصلاً. هاي العبارة شو بدي ترجمها؟ قاف الواحد يساوي 3 وقاف فتح الواحد يساوي 5. إذا هون 5 تساوي، حط 1، 3 زائد 2 كاف ناقص 1. إذا 5 يساوي 2 زائد 2 كاف، يعني كاف 3 يساوي 2 كاف، يعني كاف يساوي 3 على 2. مين صح؟ جيم. واحد ونص جيم. واحد ونص جيم. قديش أخذت وقت؟ قلنا عليها قديش عليها هذا السؤال كله عليها قديش؟ 5 دقائق، يعني كل واحد دقيقتين ونص. أتوقع ما بتاخذ منك دقيقة. هاي اللي بعديها، إذا كان التكامل من 1 لـ2 لقاف س يساوي 3 وقاف الواحد يساوي 5 وقاف الاثنين يساوي 8، فإن تكامل أو قيمة تكامل من 1 لـ2 لسين قاف فتحة سين دال سين يساوي إيش؟ أجزاء. إن الفكرة أجزاء. يلا أحكي على السريع. قاف تساوي سين وقاف ها تساوي قاف فتحة. أيوة دال قاف دال سين وها قاف سين قاف سين، نضرب هاي في هاي ناقص هاي في هاي، راح تصير س قاف س ناقص تكامل قاف س دال س من 1 ل 2. طبعا الحدود هسه هون بدنا نشتغل على الحدود. الواحد لكم الحدود تبعته؟ 1 ل 2 وهون من 1 ل 2. يلا سولف. بس هاي التكامل هذا كله انا بعرفه اللي هو اذا ناقص 3 هذا ضايل، هذه بس بنعوض. بنعوض في 8 مرة بالتعويض بالحد الأعلى بعدين التعويض بالحد الأدنى. 2 قاف ناقص 1 في قاف الواحد. قاف الاثنين أعطاني إياها وينها؟ 8 8 8 2 8 16 ناقص 5 قاف الواحد 5 ناقص 5 هذا كله ناقص 3. 16 ناقص 5 إيش؟ 11 8 ناقص 3 8. اذا مين الصح؟ ده سؤالين مع علته العجن ما خذنش 5 دقائق. يلا اللي وراه هسه سؤال جد. مساحه المحصوره، المساحه المحصوره المفروض هيك تك سريع تكون عندك الاستراتيجيه براسك. بالرسم لاحظوا هذا من درس القطوع،
يعني انا ما بسوي حالي مش داري، انا اخذت القطوع اذا بعرف ارسمه هذا. يعني انا قبل ما ارسم قلنا بنجيب التقاطعات الثنائيه، بتحبوا نرسم على طول بصير، في ناس بيشتغلوا على استراتيجيه تجيب نقاط التقاطع اولا نرسم، او في ناس بقول لك لا ارسم اولا، انت اللي بتشوفوه مناسب طبعا، كل واحد شو بيتعود كله صح. طبعا لما اقول لكم صاد يساوي صفر، اذا هذا اي محور هذا؟ تينات. تينات. وهذا صاد يساوي أربعة هذا اقتران، وصاد يساوي سين ناقص ستة اقتران، وصاد تربيع يساوي ناقص سين، ها هذا مخلط. على فكرة هذا السؤال المفروض حسب تعليمات الوزارة ما يجيش، لكن بقول لك لازم أقصى شيء ثلاث اقترانات، هيك سوالك أربعة ترى. طيب إيش بتكون نسوي؟ نسوي تقاطعات ثنائية ولا نرسم؟ نرسم. طبعا شوف هذا السؤال بدون رسم، حتى لو طلعت التقاطعات الثنائية بدون رسم ما له معنى، مش راح تعرف وين المنطقة المطلوبة. إذا لازم أرسم، على كل الأحوال بدي أرسم. هاي محور الصادات ماشي. طبعا الرسم لازم يكون يعني قدر الإمكان جيد، حتى يعني مثل ما بيقولوا يعطيني معنى. أنا إيش رسمت هون؟ رسمت صاد يساوي صفر، هاي أول واحدة خلصتها. صاد يساوي أربعة سهلة، هاي صاد يساوي أربعة، خلينا نسويها بلون أخضر. هاي صاد يساوي أربعة. نرسم مكافئ. بس عيات خلينا نرسم القطع المكافئ. صاد تربيع يساوي سالب سين، كيف رسمته هذا؟ مفتوح لليسار وما في انسحاب. ممتاز، يعني رأسه صفر وصفر، رأسه صفر وصفر وعامل زي هيك، صح ولا لا؟ إذا صاد تربيع يساوي سالب سين، مظبوط هيك كلامي ولا غلط؟ بس هي ضايلة طلع صاد يساوي سين ناقص ستة. طبعا أنا بدي نقطة تقاطع هونها، طلع هاي بتهمني. ترضى محور سين ناقص ستة؟ نعم. محور الصادات عند سالب. يعني ترضى محور السين. بس نتذكر مع بعض، كيف بنرسم خط مستقيم على السريع؟ نقطتين. نقطتين، حط محل سين صفر بيطلع سالب ستة، حط محل صاد صفر بيطلع ستة. إذا صفر وسالب ستة يعني معناته راح تيجي في مكان ما هون، خلنا نخليها باللون الأزرق كويس، والثانية ستة وصفر راح تيجي في مكان ما هون. وبعدين راح نجيب إيش مسطرتنا وإيش نسوي دكتور؟ العكس، هي صفر وستة وسالب صفر. عفوا، هي ستة وصفر، هيها ستة وصفر. لا صحيح. صح لا صح. أوكي صح صح. راح نجيب هيك، يعني أسيبك من الدقة في الرسم، هاي ستة وصفر وهاي سالب ستة. إذن هذا الخط الأخير. إذن هاي نقطة التقاطع أنا لازم أعرفها. هون أنا مش عارف هذول التقاطعات ولا لا، يعني أنا رسمتي مش دقيقة ترى. طب وين المنطقة المطلوبة؟ أتوقع هاي مش أساسية، مش راح تفيدني هاي. فوق محور السينات كلها. هاي طلع بدي هاي المنطقة. أنا بدي عندي الأربع ألوان. هاي لون الأخضر والأزرق والأسود والأحمر. هاي الأربع اختيارات اللي حكاها إن هو. إذا هاي منطقة، والمنطقة الثانية وينها؟ بدي أوصل هنا خط كمان صح؟ وبده هاي لأنه حشرها بمحور السينات، ولو ما حكاش محور السينات كان نزلت لتحت. وبدي هاي المنطقة. هذا سؤال حلو هذا، معناته بدك تجيب ميم واحد وميم اثنين وميم ثلاث، تمام هيك؟ هسه شوف شو لازمك، لازمك تقاطعات. انا بدي اجيب صاد يساوي أربعة مع مين؟ مع سالب سين يساوي صاد تربيع. يعني حط محل صاد أربعة هون، يصير 16 يساوي سالب سين، يعني سين تساوي سالب 16 هيك؟ يعني راح يكون كم سالب 16؟ آسف، يعني سالب 16 وأربعة، يعني هاي نقطة التقاطع راح تكون سالب 16، تمام هيك؟ فهمتوا كيف جبت التقاطع بين الخط الأخضر اللي هو صاد يساوي أربعة والقطع المكافئ اللي هو صاد تربيع يساوي سالب سين؟ إني خليتهم يساوي بعض، يعني عوضت محل صاد أربعة هون
فطلع سالب سين يساوي 16، سين يساوي سالب 16. خلصت من اول قصه. هسه هاي معروف انها صفر، خلص ما في داعي نسوي شيء. ضل نجيب تقاطع مين مع مين؟ الخط الازرق مع الاخضر. مين هو هون بعد؟ ايوه بالضبط. يعني صاد يساوي 4 مع مين؟ مع صاد يساوي ناقص 6. يعني سين ناقص 6 يساوي 4، يعني سين تساوي 10. أنا النقطة راح تكون أكيد 10. هيك أتوقع خلص السؤال ولا ما خلص؟ خلص السؤال. منجيب ميم واحد اللي التكامل من سالب 16 إلى صفر للأخضر اللي هو 4 ناقص. طب هذا إيش؟ ناقص سالب سين يعني سالب جذر. أيوة. بدك تلعب بهاي. بدك تلعب في هاي. فبقول صاد تساوي زائد أو ناقص جذر سالب سين، فهاي عبارة عن موجب جذر سالب سين، وهاي عبارة عن سالب جذر سالب سين. هذه عبارة عن جذر سالب سين هون دال سين. وميم اثنين شو راح تجيبها؟ تكامل من صفر لستة لأربعة ناقص صفر دال سين، هي المستطيل يعني. دكتور هذا بصير يعني نستخدم انه مساحه بدون تكامل يعني بصير. بس هو لحظه شوي، هو شوف بدك تيجي للمظبوط، بدك تيجي للمظبوط بصير، لانه هذا مستطيل وهذا مثلث او شبه منحرف يعني او شبه منحرف كله بصير. على فكره صح يعني، ما بقدر اقول لك غلط، لكن يعني احنا بدناش نحط حالنا بورطه وبعدين يطلع يصير يقول لك ما هو هذا السؤال سهل، ليش ما حلوش على التكامل؟ هو مش كاتب هنا باستخدام التكامل، لكن انا بقول لا حلوا على التكامل، ما تحلوا على شيء ثاني. طب دكتور هنا بصير كمان نحلوا التكامل بالنسبه لصاد يعني؟ طبعا نعم صحيح، تقدر تحلوا بتحول كل الاقترانات الى صاد يساوي، برضو بنحل معاك وبنفس الطريقه على العموم يعني. انا بس القصد سؤال زي هذا كم علامة عليه؟ 16. يعني كم وقته؟ يعني كم وقته؟ احنا اتفقنا عشان كل ثمان علامات، كل 10 علامات بثمان دقائق. العشر علامات ثمان دقائق يعني 20. ثمان دقائق. 16 علامات. يعني 8 في 16 على 10. 8 في 6 48. 8 ب 1 8 و 4 12 108 هذول يعني له 12 دقيقة 13 دقيقة له. يعني ربع ساعة. تخيل قديش بده؟ يعني معطينك عليه ربع ساعة تشتغله. فعليا ما باخذ الربع ساعة. بس هو بدلالة صاد باخذ دقيقتين ثلاثة بس. بالضبط أحسنت. نحله بدلالة صاد، نجرب نحله مرة ثانية. بدلالة صاد هسه. عشان اللي ما بيعرف شو هي دلالة صاد، يعني اللي مش متعود على هذا السيستم. دلالة صاد معناته كل العلاقات اللي موجودة عندك بدك تكتبهن على صيغة سين يساوي. هاي أول قصة لازم تعملها. يعني هاي العلاقة مش مكتوب بصاد تربيع يساوي سالب سين، إذا بدك تكتبها سين يساوي سالب تربيع سالب تربيع. هاي أول علاقة رقم واحد. العلاقة الثانية بدك تقول إن سين تساوي اللي هي العلاقة هاي صاد زائد ستة. صاد زائد ستة. هاي العلاقة الثانية. هذولاك حدود. ترى يا جماعة الرسم لن يتغير، الرسم لن يتغير. صاد يساوي 4 وصاد يساوي 0. شايل العلاقات اللي عندي؟ هاي 3 هاي 4. يلا خلنا نرسم الرسمات زي ما رسمنا قبل شوي. من وين بدنا نبلش؟ نبلش من القطع المكافئ. أول شيء خلينا نعمل المحاور. هاي محور الصادات وهاي محور السينات. أنا أوريدي راسم صاد يساوي 0. يلا نعمل قطع المكافئ اللي هو راح يكون شكله هيك، وبعدين من نرسم سين يساوي صاد زائد ستة. والله ما راح يتغير شكلها بالمرة، يعني تفكروش حدا إنه راح نجيب شيء جديد، إحنا راح يطلع منظرها هيك. هاي ستة هاي سالب ستة، وهون راح نجيب الخط الأخير اللي هو صاد يساوي أربعة، راح يجي في مكان منهم. بس نقاط التقاطع لن تختلف الطريقة عن الطريقة اللي أنا استخدمتها. يعني هون راح تطلع معك عشرة،
وهو راح تطلع معاك سالب 16. هاي أول قصة خلصتها. الحين كيف بدي أعملها بدلالة صاد؟ آه مين يسويها معي دلالة صاد؟ كامل من كيف نكتب العلامات؟ نقول إنه هون سين تساوي صاد زائد 6. الأزرق هو سين تساوي صاد زائد 6. وهذا إيش راح نكتبه؟ سين تساوي سالب صاد تربيع. سالب صاد تربيع. طيب وبعدين؟ كم تكامل من 0 إلى 4؟ راح أمشي لحظة هسا راح تمشي يمين يسار. من اليمين لليسار. من اليمين لليسار. راح تقول من 6 إلى 10. لا كيف بدك تمشي الحدود؟ غلط. الحدود اللي تحت لفوق. آه آسف. تمشي الحدود من تحت لفوق. من 0 إلى 4 أيوة. من صاد يساوي. اليمين ناقص اليسار. إلى صاد يساوي 4 ممتاز. لا اللي هي صاد زائد 6 اللي هي اليمين اللي هو الأزرق ناقص اليسار اللي هو ناقص ناقص صاد تربيع دال صاد. خلص خلص السؤال. على فكرة هو حاطط في باله هيك يحله دلالة صاد. نعم. آه طب لو حليت بهاي الطريقة بالضبط راح يأخذ مني بجوز 8 دقائق. هو عندك تنتبه للرسمات وتطلع نقاط التقاطع وقصة يعني شوي بدك تتأكد انك انت بتعرف ترسم صح. قاعدة لا يمكن يجيبوا لكم اقتراحات معقدة. دائما تيجي الاقتراحات ايش عادية. لو جابوا لكم اقتران انتم ما بتعرفوا رسمته ولا انه سهل انك ترسمه معناته بده ينحل بدون رسم. لازم ينحل بدون رسم. طيب هذا 12 علامة. يلا نحسب على الوقت. قديش بدنا وقت عليه هذا؟ العشر علامات 8 دقائق وزد لك علامتين 10 دقيقتين يعني 10 دقائق. يلا خلينا نشوف قديش ياخذ منا هذا 10 دقائق ولا لا. كانون هياتها موجوده. طب انا هذول حافظهم عن غير يعني صرنا عن غير يعني هي عباره عن دال عين على دال نون يساوي عين الثلث. هل في داعي حدا يقول اشرح لك اياها مره ثانيه؟ أكمل. شو نعمل؟ يربطهم مع بعض. يلا رتب حتى نشوف. عين دال عين على هو سالب ثلث. على عين أس ثلث هو سالب ثلث. صارت أس سالب ثلث. أنا بدك ليش أعمل على يعني أنت عارف شو بدي أسوي أنا؟ أنا بدي أضرب وقت. خلص هيك هيك مضبوط كلامي ولا غلط؟ غلط. اللي مش عارف هيك بقسم على عين أس ثلث وبضرب دال نون تبادلي لفوق بعدين برفع العين لفوق يعني بداش كل القصة. يلا سيد شو بنسوي؟ بنكامل الطرفين. هون شو راح تطلع لنا عين أس كم؟ 2 على 3 في 3 على 2 يساوي نون زائد جيم. هسا الجيم لازم تطلع من السكون تحرك يعني عين عن الصفر. عين الصفر يساوي صفر يعني عين الصفر يساوي صفر يعني ما تحط مكان نون صفر اذا جيب تطلع صفر. ممتاز. بس بدك توريه الخطوه هاي على فكره يعني وريها الخطوه انك سويتها هيك. اذا صارت العلاقه تبعت كيف صارت؟ 3 على 2 عين اس 2 على 3 يساوي 2 نون. خلصت. الآن شو بدنا؟ بدنا المسافة. دال فعلة دال نون بس بدنا نشيل الأس. يعني 3 على 2 مكان عين. كيف بدي اشيل الأس؟ أيوة هاي برفع أس 3 على 2 للطرفين. يعني أول شيء يخلص من هاي قسم ال أيوة. إذا عين أس 2 على 3 يساوي 3 على 2 نون. لا 2 على 3 3 أيوة. عفوا 2 على 3 انا بحكي بقول بنقلبها وانا كتبتها غلط. هسا شو بدك تسوي؟ احكي اللي حكيته هسه عيال. ارفع الطرفين لو اس 3 على 2 من الاسس. ايوه برفع مقلوب تمام هيك. هاي حلوه هاي خطي يعني ما بتخوفني. اذا عين تساوي 2 على 3 نون اس 3 على 2 خليها هيك حلوه هاي. يلا دال فا على دال نون مكان عين مضبوط هيك. يلا هسه كامل الطرفين بس نقول دال نون
افصل المتغيرات بالأول صح؟ هذا تطلع عندك فانون تساوي كم من كامل هاي؟ خمسة اثنين اثنين خمسة هاي كان تكامل عادي اقتران خطي خمسة على اثنين أمو عامل اليوم أيوة على ضرب ثلاثة على اثنين تمام لا اجي صح كلامي هيك ولا غلطان أنا؟ لا صح إذا فانون شو طلعت صفت معاي؟ ثلاث على خمسة الجذر التربيعي اثنين على ثلاث نون الكل أس خمسة زائد جيم ظل شغلي اللي هي طلع جيم نطلع جيم طب هو لما يتحرك من السكون كم بتكون المسافة المقطوعة صفر صفر يعني فاس صفر تساوي صفر ومنها إذا فاس صفر تساوي ثلاث على خمسة في الجذر التربيعي لاثنين على ثلاث في صفر الكل أس خمسة زائد جيم ومنها جيم تساوي صفر تراها جيم تساوي صفر عليها علامة يلا هسا فانون شو طلعت معاكم ثلاثة خمسة اثنين على ثلاثة نون أس خمسة جذر التربيعي طب هسا شو بده هو لسه ما خلصناش فاس ستة بده ستة فاس ستة يلا فاس ستة احسب هون اختصر بطلع ثلاث ستة أس خمسة إذن ثلاث على خمسة الجذر التربيعي أربعة أس خمسة أربعة أس خمسة يعني أربعة في خمس مرات أربعة في أربعة في اثنين بتطلع دعمنا قسمنا الأس طلع كيف هي أربعة موجودة كم مرة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة طلع الجذر التربيعي بتوزع بالضبط توزعوا عليها كأنها ضرب 2 في 5 2 في 2 في 2 في 2 في 2 2 و 5 يعني 32 يعني بيطلع عندك هون 96 على 5 ذهب طولت قديش أخذت منه وقت هاي لو واحد عد ورانا وقت 5 دقائق بالضبط 5 دقائق بالضبط طبعا شوف هون هذا اللي بدي أقوله شوف الحفظ مش هو الأصل الأصل إني أنا أكون فاهم لكن سؤال زي هذا أو سؤال زي هذا مثلا هذول يا جماعة قاعدة بتتكرر كل فصل نفس الأسئلة بس شو بدك تسوي أنت هون لما يجيك سؤال زي هذا وخلص فكرته واضحة شو أعمل سريع هون الحفظ بصير إني أعمله على السريع ما أقعد أفكر فيه يلا إذا كان ميل المماس منحنى قاف يساوي هذا الكلام يعني قاف فتحة سين على طول أنا بترجم الكلام على السريع يساوي سبعة منحنى قاف يمر يعني قاف الاثنين يساوي عشرة فإن قاعدة الاقتران والله أسهل من هيك شو بدكم سؤال شو هذا بلا سؤال هذا سؤال مضبوط هيك الحكي عوض اثنين بطلع عشرة إذا عشرة يساوي هنا أربعة زائد أربعة زائد جيم 18 وديها هناك سالب 8 إذا جيم سالب 8 إذا إيش قاعدة الاقتران راح تطلع معك سين تربيع زائد 7 سين زائد ناقص 8 من واحدة سين لا دال كم جزء من الثاني أخذ ما عادة هسه ليش أنا مثلا هاي أسرعت فيها هيك لأنه سهل لانه سهله يعني ليش انا اقعد هاي محطوط لها يا جماعه بالضبط يعني دقيقتين ونص او تاخذ مني دقيقه لا المفروض هيك ليش انا افرغ لو اجاني سؤال هيك فكرته يعني ما مرت علي اول مره بشوف السؤال بدي استغرق وقت اطول معناته الاسئله الروتينيه لا اضربها على السريع ما تطول يلا هاي واضح على خاصيه اي خاصيه هاي مقارنة يلا كم مرة مرت علينا أفكار زي هذه كثير يلا شو بدنا نسوي فيها نجمع خمسة لجميع الأطراف لا احصر قاف سين أول شيء احصرها من سالب واحد وثلاث سين هسا المشكلة هون هي الخدعة إنه حط لك خمسة هون
شو بتعمل؟ وزع التكامل على اللي جوا، خلي 16 طلع كم. احنا ما بدنا نغير شيء. سالب واحد على يعطينا التكامل زائد تكامل من سالب واحد لثلاث لخمسة دالسين أقل من 29. غيرت شيء أنا في السؤال؟ طلع الكتابة هاي غيرت شيء في السؤال؟ لا. هذا كم جوابه؟ 3 ناقص 24 يعني 5 في 3 زائد 1 20. معناته هيك صار 16 أقل من أو يساوي تكامل من سالب واحد لثلاث لقاف سين دال سين أقل من أو يساوي زائد 20 آسف زائد 20 هذا برا التكامل ال 20 أقل من أو يساوي 20. هسا اطرح 20 من كل الأطراف، مش اطرح 5 من كل الأطراف، اطرح 20 من كل الأطراف. فهي راح تصير سالب 4 أقل من أو يساوي تكامل من سالب 1 لثلاث. طبعا واضح إنه يا جماعة هذا السؤال ما بده توضيح، يعني أنت لازم ما توري للمصحح كيف صويته. شو الجواب؟ باء. لا دكتور لسه. ليش؟ بس تشيل التكامل كمان. لا الله يرضى عليك. ليه؟ آه هو قاف. آه والله إن أنت صاحي. صاحي حاله مش تكامل. آه هو بده بس قاف. لازم بلشنا يعني بلشنا من هون. ما هو بلشنا هسه. احنا اساسا ما خلصنا. ميم زائد ألف. دكتور أو على السريع بنحط تكامل ميم من سالب واحد لثلاث تساوي 16 وتكامل نون من سالب واحد لثلاث تساوي 20 ونطلع القيم الثوابت. نطلع قيم الثوابت. آه يعني ايش اللي بنسوي هون؟ بحكي تكامل سالب واحد لثلاث للميم تساوي 16. اه تكامل من سالب واحد لثلاث لميم اللي انا مش عارفها قديش دال سين تطلع 16. انت اخذتي مين الكبيرة ولا الصغيرة؟ الكبيرة سالب 4. هي ميم هاي هي اخذت السؤال من الاول. هي بس انت رجعتي وكونتي الشكل. أسرع. أنا مشينا بالعكس. ماشي مشينا بالعكس إحنا. طيب. نفس الحين. خلينا نعيد كلامها. لا بدأ أرد عليها. هي منطقي أكثر مني. أنا فكرت عادة يعني على التكامل هذا بس بده هاي لحالة. قلت شو السؤال هذا؟ أعيد أختي معاك. أنا معاك يا هسه. هاي قاف سين. أقل مساوين. تكامل من سالب واحد لثلاث. إذا هون دال سين. تكامل من سالب واحد لثلاث دال سين. تكامل سالب واحد لثلاث دال سين. إذا هون راح يصير ميم في 4. مشيت الأربعة ميم نكتبه خلاص. أربعة ميم تساوي 16. أقل من أو يساوي التكامل. لا مش مساوي 16 هسه بدنا نغير الحكي. زائد 5 عندي. زائد 5 لسه. أيوة ها شفت كيف؟ فهون راح يطلع 4 نون. هيك راح يطلع صح. إحنا هيك اشتغلنا صح. هسه بدنا نضيف 5 هون. لازم جمعنا 5 دكتور قبل ما نحط التكامل. نعم. لأن هذا ما بصيرش ندخل الخمسة. ايوه هذا غلط اللي سويته انا ولا صح؟ لانه قاف زائد 5 الكل دالسين. هذا غلط. هاي ترى هاي الغلطه الشائعه. هاي غلط اللي عملته هذا اني اضيف الخمسة غلط. يعني شو الصح؟ اضيف 20. لا بضيف تكامل من سالب واحد لثلاث لخمسة دالسين. ايوه 20 رسمي يعني. هي اللي راح تصير 20 اللي احنا حسبناها قبل شوي. زائد تكامل من سالب واحد لثلاث لخمسة دالسين أقل من يساوي أربعة نون. آسف أربعة نون زائد تكامل من سالب واحد لثلاث لخمسة دالسين. عشان إيش؟ عشان تزبط إنه هاي تتركب مع هاي. الآن هاي إحنا حسبناها قبل شوي طلعت 20. إذا أربعة زائد 20 أقل من أو يساوي تكامل من سالب واحد لثلاث. والله مش سهل هذا السؤال على فكرة، يعني ملعوب فيه شوي. يعني احتمالية الخطأ فيه كبيرة ترى. هستعيات شو بنحط؟ نقول 4 ميم زائد 20 تساوي 16. شو هيك حاططها 16؟ اه وهذيك 20. وهون 4 نون زائد 20 تساوي 20. إذا 4 ميم تساوي سالب 4. إذا ميم تساوي سالب 1. وهون 4 نون يعني نون تساوي 0. إذا واحد سالب 1 وصفر.
لم دال. ملاحظين ترى اغلب الاجابات دال. حتى في المستوى الثالث لما حلينا الاسئله ترى اغلبهم كان دال الاجاباتين. دكتور طب في الفاتن حله بقسم على سالب 4 بيطلع الجواب مباشره. كيف؟ كيف على 4 ليش؟ من وين جاب الأربعة؟ أما هاي السؤال يعني أنا بدي أفهم ليش جاب الأربعة. دكتور أنا فهمت شغلة. الأربعة اللي هي 3 ناقص ناقص 1 أصل 16 كانت ثابت مضروب بالتكامل بحدود التكامل. بالسؤال قسم يعني على 4 بعدين طرح 5. 4 أما هو كيف جابها؟ ما هي النقطة يعني افرض انه انا بقول الفكرة لو اجى سؤال ثاني كيف تفكر فيه؟ يعني كان طول الفترة يعني من سالب 1 إلى 3 يعني سؤال لو تغيرت المسألة يظل نفس الحل؟ يعني لو غيرنا الأعداد وغيرنا القيم اللي هنا بظل نفس الكلام بأنه نقسم على القيمة الأخيرة ولا لا؟ على الأغلب يعني بس إذا كان سؤال بقى. عادي أعتقد ما بتزبط. لازم تبين. أقول ما أنا بشوفش منامات في الليل. حل على اللي بتعرفه أحسن لك. ما هو كمان بأخذ وقت يعني هذا زي. ما قديش أخذ وقت هيات وقديش أخذ وقت. ما هو أول شيء حلينا وبعدين ردين. ماشي ما هو أنت راح الإشبارات اللي خذناها هناك. قديش وفرنا وقت في هذيك الأسئلة طيب؟ ها ها هاي يا سيدي إلا يجيك في الامتحان واحد هيك تلخك شوية معي أنت كيف؟ ما هو بس كمان بجو الامتحان يعني مش زيي أنت ملاحظ الصعبات هن اللي مشين معنا هذا المفروض أسهل واحد هذا يلا أسهل شوفها معتمد على شكل مجاور في دائرة مركزها نقطة الأصل والمربع ألف با جيم دال طول ضلعه 4 كويس الضلع با جيم مماس للدائرة جد معادلة الدائرة أنا أظن متذكر حليناها مرة بس أنا ناسي يعني مش جاي في بالي فكرته إيش بيجي ببالكم يلا أول شيء بيجي ببالي معادلة الدائرة س تربيع زائد س تربيع 1 إيه را تربيع هاي علامة لا يساوي ايه لا لا را تربيع واحد انت را تربيع را تربيع را تربيع او نون قاف تربيع ماشي مو اذا طلعت واحد خلص خلصنا السؤال ايش ما كنت على قطع الناقص يلا طيب بس بدي نون قاف تربيع يعني احنا بدنا نصف القطر اذا عرفنا نصف القطر بتاع الدائره احنا حلينا السؤال طب نصف القطر هياته يا اما هذا شايف يا إما هذا يا إما هذا يا إما هذا كيف بدك تجيبه؟ هتجيبه من التحتاني طيب هسيب خلينا نستغل إنه طول ضلع المربع 4 إيش بنستفيد؟ إنه نصف القطر أقل من 4 راح يكون فاهم انه بتنصف التحتاني المماس بتنصف بصير 2 2 يعني هاي بتصير 2 بنقدر نطلع ثلاثيات الف ودال يا سلام وباء وجيم نقدر نطلعهم نقدر ايش نطلعهم بس الف ودال على الدائره فبنعوضهم سين وصاد طيب بدي اسالك سؤال هذا نص قطر ولا مش نص قطر نص قطر شو هاي حركه ترى يعني جميلة كويس هسا انت حكيتي لي انه هذا 2 صح؟ من هون لهون 2 معناته من هون لهون قديش؟ 2 برضو 2 ممتاز وهذا قديش؟ انا ما بعرف هو انا هذا لو اعرفه بخلص السؤال طلع نص القطر لانه خلص طلعنا نص القطر هياته او انه بتطلعوا من اي ضلع يلا فاعطونا فنياتكم انت حكيتي لي قبل شوي سمعتك حكيت انك النقطه الالف عرفت احداثياتها هي 2 بس الاحداث الصادي ما بنعرف ما عرفنا اذا مشكلتنا نعرف الاحداث الصادي يلا مين بحرف انا نون قاف او راء تزبط نعم لو حطينا راء تزبط
ما هي راء هي نص القطر يعني احنا عفوا هاي نص القطر هي 2 فاصل راء استاذ لا 2 فاصل راء لا مو صح لا طيب استاذ نعم الف من الف لمحور السينات بقدر اطولها من الف لمحور السينات يعني هاي اه كيف معناها طيب هسه طول الف باء 4 تمام الف باء كله 4 صح 4 من المحور السينات لباء مو هذا نصف القطر بعتبره راء بصير كلها 4 ناقص راء من الف لمحور السينات لا 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 خلينا نحكي كويس بس هسه طيب. انت باء كله 4 انا هاي معك فيها الف باء 4 هاي كلها طيب اسالي شو بدي اصلا بدي احل السؤال بدي من الف لمحور السينات تمام بدي الف لمحور السينات يعني بدي اقول لك نلونها بصفر هاي بالضبط طيب هسه من محور السينات لباء امشي معه لليسار شوي هاي صاد شو رايك نسميها صاد نسميها يلا هسه من محور السينات لعند باء هاي نص القطر هاي نص القطر ليش اه امشي معها لليسار شوي لليسار هي لا بس هي من صفر لعند تحت اه يعني بدك يعني امشي هيك لا لا استاذ من صفر من صفر لصفر اه لوين امشي لعند منتصف باجيم لعند منتصف باجيم اه هاي ما احنا حكينا هاي نص قطر طيب هاي نص قطر معناته من محور السينات لباء نص قطر يعني هاي هي نفسها نص القطر بالضبط وهاي احنا سميناها ايش اذا 4 ناقص نص القطر شو رايك بدل صاد نكتب صاد نكتب 4 بس نحرق السؤال نص القطر طيب كمل كويس ومن صفر لصفر لعند هاي الزاوية الصفراء والحمراء 2 هاي 2 آه كتبناها 2 هاي احنا اوريدي كاتبينها خلص طيب فيثاغورس ايوه كويس برافو عليك شو اللي خلاص فيثاغورس فيثاغورس اذا 4 ناقص نون قاف الكل تربيع زائد 2 تربيع يساوي نون قاف تربيع طلع نصف القطر خلص السؤال هذا سؤال صعب وهذا زي الفصل الأول أسئلة الأسئلة هاي هذا سؤال صعب اطلع شوفوا في الكتاب ما ورد زيه في الكتاب ما ورد زيه أنا ما بقول إنه معقد لكنه لاحظوا إنه الحل قائم على مبدأ إيش الرسم يعني أنت لو ما عرفت تحلل الشكل بصورة يعني عميقة ما راح تحل السؤال في ناس بيعتمدوا على القوانين شو يقول لك انا بدي اجيب مثلا المسافه بين نقطتين مسافه بين نقطه وخط مستقيم مش عارف ايش ماشي القوانين حلوه لكنها هون ما بتحل لي السؤال الحل اذا انت ما انتبهت انه هذا نصف قطر راح يروح منك السؤال طيب هو هي كلمه السر مماس للدائره هون كلمه السر بس يعني لو ما حكى مماس ما بيطلع لا مستحيل ما بيحل ايوه هالسيات أنا بدي أحكي عن إشي ثاني إيه الآن افرض أجاكم سؤال زي هيك شايف أستاذ وين مؤمن شايف توفير الوقت اللي أخذته هناك بدي إياه لهذا السؤال أنا صح. مش لهذاك الروتيني هذاك بجوز يعني أكون سريع في الحسابات أسوي هيك ما يأخذش مني وقت لأنه بده ربع ساعة يعني هذا السؤال هذا بدك تعطيه مش ربع ساعة بجوز تأخذ منك ثلث ساعة طيب نيجي نحكي بلغة ثانية افرض ما عرفتش أحله يا أخي حكيت مخي سويت كل إشي وما عرفت أحله شو تسوي؟ كمل انتظر وقت بنتعلم طلعي لا لا طلعي شو بدي أحكي بكتب معادلة بأخذ عليها علمة اكتب جميع ما فكرت حتى لو خطأ اكتب اي شيء سويته اكتبه اي شيء خطر في بالك اكتبه القانون العام يا سيدي وقت الضرورة بتعرف اخترع فيثاغورس من عندك وخليه يطلع غلط يعني مبيني انه انا بدي اشتغل على فيثاغورس مبيني بجوز انا ما اهتديش انه هاي 4 ناقص نون قاف وهاي نون قاف وايش زي هيك لا دكتور بقدر احل بدون فيثاغورس كيف طلعت احداثيات انا لا انت ما فهمت
بس افهمي فكرتي، افهمي فكرتي. طيب. انا قاعد بقول يعني افرض افرض واحد مش عارف ما اهتداش. ما اهتدى. ايش بعمل؟ بقول لك اكتبي جميع ما فكرتي فيه حتى لو خطأ. لربما لربما يكون في منه خطوات كثير صح. بدل ما تأخذ من الثمان علامات صفر يجوز تجمع ستة من ثمانية وانت مش داري. وهذا انا بحكي لكم اياه وانا مطمئن عنه، يعني بقول لكم انه اكيد راح تسوون. طب اسمع منك هسه، ايش الطريقه الثانيه اللي فكرتي فيها انت؟ اللي هي طلعنا احداثيات الف، مش يلا ايش احداثيات الف ايش راح تطلع؟ 2 و4 ناقص من قاف. طيب وبعدين شو تسوي؟ اعوضها لانها تحقق المعادله في معادله الدائره. رجعنا ترى لو تسويها على المعادله راح تلاقي انك مسوي في الغرس نفس المعادله كتبناها قبل. يعني هي تحايل بنفس الطريقه. يلا اللي وراها. طيب هسه يا نرجع مؤمن، هذا السؤال قديش بده منك؟ شباب نقدر قبل ما نبلش، قبل ما نبلش قديش بده وقت منا هذا؟ 14 دقيقه تقريبا. 14 دقيقه ليش؟ 13 كأنه قلنا حسبناه قبل شوي 13 بس الحل بال حسيبك من الوقت اللي حسبته انا 10 دقائق. ليش طيب 10 دقائق؟ 13 دقيقة ونص. ممتاز. لكن انا هذا السؤال مثلا من النوع الروتيني ولا هذا فيه فكرة هيك مخبي وانا مش عارف اطولها؟ لا سهل ولا فيه روتيني يعني هذا ما فيه شيء. طب خلينا بلاضي احسب ورانا خلينا نشوف قديش باخذ منا وقت. يلا سبعة بالضبط. أنا أحل. بدي حدا من الشباب يحل. مؤمن بدي اياك انت تحل وانا نقول وراك. غلطت انت اللي بتغلط انا بكتب. اول شيء بنعمل اكمال مربع. لا لا اول شيء في شغله قبل هيك لازم تكتبها. شو هي؟ ناقص 54 قطع. ايش نوعه هذا؟ عندك الف ضرب اقل من صفر قطع زائد. قطع زائد. اول شيء لازم نعمل اكمال مربع عشان قطع زائد. معايا مؤمن؟ يعني تبدا بكمال المربع والاشياء هاي اكتب انه اسمه قطع زائد، هاي عليها علامه. طب كيف اعرف الدكتور؟ هو راح يبين معي بالصوت بعد ما اخلص كمال معامل صاد تربيع موجب. لما يكون معامل سين تربيع معامل شوف ما هو سين تربيع وصاد تربيع بيكون ثلاث يعني واحده من ثلاث يا دائره يا قطع ناقص يا قطع زائد. لانه في تربيع على ال يعني في سين تربيع معناته يا قطع زائد يا قطع ناقص يا دائرة. إذا متساويين دائرة. دائرة. إذا مختلفين في الإشارة ومش متساويين زائد. 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 وإذا 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 متشابهين في الإشارة ومختلفين في القيمة. مختلفين في القيمة. ناقص. قطع زائد. ناقص. ناقص. إذا أول واحدة قطع زائد. يلا يا مؤمن كمل. أول شيء بنرتب السالب 9 س تربيع. أيوة. ناقص 54 سين زائد 4 صاد تربيع ناقص 16 صاد تساوي 29. يلا كمل. ناخذ ناخذ سالب 9 المشترك سين تربيع ناقص 54 ناقص 9 قديش؟ زائد 4 ناقص نجمع صح اول شيء سويت انا؟ طيب نص الستة قديش؟ ثلاثة ربعها تسعة وهاي أربعة هون شو بدي أضيف؟ وشو بدي أضيف؟ ناقص 81 ناقص 81 صح 16 وهون بدي أضيف 16 زائد 16 يلا اكتب ناقص سالب 9 في س ناقص 3 في كل تربيع زائد 4 صاد ناقص 2 في كل تربيع تساوي 29 و16 45 45 81 جي منها 45 36 سالب 36 نقسم على سالب 36 كمل نقسم على سالب 36 يلا
تساوي واحد. أيوة. صارت سين ناقص ثلاث تكون تربيع على أربعة. على أربعة. ز ناقص ناقص. نعم. تمام. ناقص صاد ناقص اثنين كل تربيع على تسعة. المركز ثلاثة اثنين. صحيح. لا تربيع أربعة. ألف تربيع أربعة. ألف تربيع أربعة. لأنه هاي ترى من الأخطاء الشائعة هاي. نعم موجب صح؟ ألف تربيع أربعة لأنه قطع زائد سين. ألف اثنين. ب ثلاث جيم تربيع قديش؟ أربعة زائد تسعة 13 جذر 13 بيطلع 13 ومنها جيم تساوي جذر 13. بعدين المركز 3 و2. هسه يا تو بده يعطيك بده اياه يطلع كل شيء والاختلاف المركز. يلا هسه المركز 3 و2. لحظة شوي أنا شو بسوي؟ أنا دائماً بعمل على الرسم عشان ما أخربط. صحيح. أنت صح اللي بتحكي يعني أنا معاك. يلا المركز قديش؟ 3 و2. رح يجي هون. إذن المركز 3 و2. يلا. شو نوعه سين صادي؟ سين. يعني هيك موديله. طيب. كم الرأس الأول؟ هون الرأس الأول كم؟ الرأس صفر زائد دال وها نزيد اثنين ايش؟ يصير 5 و2. هاي 5 و2 ليش؟ ألف زائد دال وها لأنه ألف اثنين لأنه واقف عند ثلاثة زيد لها اثنين بصير 5 وهون شو بتصير؟ واحد واثنين. ممتاز هاي الرؤوس. البؤر جيم زائد دالها 3 زائد جذر 13. إذا هون راح تصير 3 زائد جذر 13 و2 وهاي 3 ناقص 13 و2 والمحور المرافق هون 6. هاي قديش راح تطلع وهون قديش راح تطلع احتياطياتها؟ راح يكون كله 6 فهي راح تكون 3 و5. لا مش طالب احنا قاعدين بنطلع لحالنا. هاي سالب سالب 3 و سالب 1. شو ظل بدنا؟ اختلاف المركز. اختلاف المركز شو بيساوي؟ جيم جذر 13 على 2. هسه احنا مش طلعنا اللي بده اياه. كل شيء كل شيء. قديش اخذ وقت؟ 6 دقائق. 6 دقائق. هذول وفرهن لهذاك السؤال اللي طول. يلا معادلة الدائرة تقع في الربع الأول وتمس سين يساوي 3 وصاد يساوي 2 وسين يساوي 9. نرسم أحسن شيء. أيوة برافو عليك. هاي بالرسم أحلى إشي الرسم. إذا إحنا هاي المحاور الإحداثية سين يساوي 3 هاي سين يساوي 3 سين يساوي 9 هاي سين يساوي 9 صاد يساوي 2 هاي صاد. وين الدائرة؟ بالنص. تقع في الربع الأول معناته هي ما راح تتعدى لتحت. يا فوق يا تحت. ما راح تتعدى لتحت لأنه حكى في الربع الأول. طيب ممكن في الربع الأول فوق يستر فوق صاد زائد 2. فاهم يعني أنا قصدي مش راح تيجي تحت ممكن تكون هي تمس هذولا كلهم. الآن كيف تمسهم؟ ممكن تيجي هيك صح؟ وممكن تيجي هيك ومش ممكن تكون هون ولا هون. لأن أنت بدك تحقق الشروط يا جماعة بدك تحقق الشروط إنها تمس كل هذول. هو طبعاً الأغلب راح يتخيل إنها هون وهي أنا عندي الحدس إنها هون مش هون مش عارف.
عادي ناخذ المسافة في النص بين س تساوي 3 و س تساوي 9. قديش النص؟ 6 9 ناقص 3 على 2 9 ناقص 3 هي 9 زائد 3 على 2 مش 9 ناقص 3. لا انا قصدي بدي اطلع بالضبط قديش بالنص فبكون نص القطر 3 بيطلع 6. نعم 2 ناقص 6 اذا نص القطر 3 نصف القطر 3. طيب ممتاز. المركز قديش؟ 6 وها ما بعرف 3 زائد 3 ايوه 6 و 1 6 و 1 ليه 6 و 1؟ لانه طالع صاد 2 بقسم مع 2 1 يعني هذا السؤال بالعربي بده يطلع بايش؟ ليش 1 شو دخل؟ صاد لو اعتبرتها الدوائر اللي تقلب 1 ما هو مش شرط تكون ماس المحور السيناء بس لو هيك جواب صح الجواب مثل ما صاد تساوي سالب واحد باللي كتبته او صاد تساوي خمسة او خمسة كيف تساوي سالب واحد اللي هي اثنين زائد ثلاثة لفوق يعني لحظة شوي يا سيد احنا صرنا متحيرين بين هاي وهاي صح تمام مين منهن الصح طيب؟ ألف ليش؟ لو كانت باء بتكون صاد زائد واحد لأنه أنت بتنزل عن صاد تساوي اثنين بتصير صاد تساوي سالب واحد أنت بتنزل ثلاثة يا روى صح كلامه ولا لا؟ لنسبة. صح مبلا صح إذن هاي أكيد غلط وهاي الصح هي زي ما حكيت أنا أنه الحد استاعي أنه هاي هي مش هاي هو متوقع لأنه ما جاب سيرة محور السينات في الموضوع يعني طلع هذول الأسئلة اللي بنحكي عن انسالات بطلع إن اللي فيهن مشكلة صراحة وهذول ما فيهن قوانين يعني مش قاعد بستخدم قوانين. طيب اللي وراها اختلاف المركز القطع الناقص الذي قياس الزاوية المحصورة بين المستقيم الواصل بين طرفي المحور الأصغر والرأس ومحور الأكبر 30 درجة أرسل القطع ناقص هاي قطع ناقص ماشي الاختلاف المركزي قديش بده بدي انا اطلعه اذا كان قياس الزاويه المحصوره بين المستقيم الواصل بين طرفي المحور الاصغر يعني هذا والراس والمحور الاكبر يعني مثلا هاي راس من الرؤوس هيك والمحور الاكبر اللي هو هيك يعني قصده عن اي زاويه يعني قصده عن هاي صح لا تحت هاي ولا هاي على اليمين قياس الزاوية المحصورة بين المستقيم الواصل بين طرفي المحور الأكبر كلامك صح يعني. تحت. هاي 30 تحت هاي 30 إذن هاي 60 وهاي قائمة متأكد أجيبها أجتها بطول كل شيء ممكن او انك تشتغل على انه هاي المقابل لل30 بيكون نص الوتر يعني هاي نص الوتر. طيب كيف نطلع جت جيب 60 طيب الف جيب 60 يساوي المقابل جيب ال30 يساوي المقابل اللي هو باء على الوتر اللي هو الف ولا لا؟ لا مش ألف ألف ونص الوتر ألف نص ألف مطلع هي نص باء المفروض وهي نص ألف لا ما هي مش البؤرة هاي مش البؤرة يا جماعة مش البؤرة أنا بعرف إنه مش البؤرة نعيد طرف يا دكتور يعني صحيح باء ألف لاحظت أنا أفهمك كيف جبتها بس هذا أنت عندك هيك المحور الأكبر صح؟ عندك هذا المن صح؟ وهاي الاثنين باء هاي اثنين من هاي باء متأكدين احنا هاي النقطة على القطع ولا مش على القطع؟ على القطع على القطع. طب ايش تعريف القطع الناقص؟ نرجع للتعريف على المحل الهندسي لو جمعنا القطعة المستقيمة هاي النقطة على القطع هاي الوتر وهيك وتر
ها مش ألف صح والله كلامك صح. مش ألف يا أستاذ. لا مش ألف. مش البقرة. إذا هاي ألف. آه. هاي من هون لهون ألف. وهاي 30 حكالي. هذيك 60. ظل بتاخذها. اه تاخذها ظل. ظل 30 بيساوي المطابق على المجاور. ظل منها 30. واحد على جذر ثلاث يساوي على الف. طيب بعدين بنجيب ظل 60 تساوي الف تربيع. جيم تربيع تساوي ألف تربيع ناقص باء تربيع في القطع الناقص. إحنا مين بنعوض عن إحنا مين اللي ما بدنا نشوفه؟ الباء. باء. إذا هون راح يطلع عنا جذر ثلاثي باء يساوي ألف. إذا باء تساوي ألف على جذر. إذا جيم تربيع تساوي ألف تربيع ناقص ألف تربيع على ثلاث. جذر يعني ثلاثي كل. نعم. جوابه ألف وبس. ثلثين ألف تربيع. اقسم ألف تربيع. خلاص انتهى السؤال. أخذ الجذر. أخذ الجذر. أيوة بطلع عندك جيم تساوي جذر اثنين على ثلاث ألف. اقسم على ألف. جيم على ألف يعني هاي جذر اثنين على جذر ثلاث ألف على ألف شطب بطلع هذا الجواب. ألف. ألف. لاحظوا كيف هذول الأسئلة اللي يعني بنعطيهن الإجابات هن اللي قاعدة تأخذن وقت. عارف ليش هذول بياخذن وقت؟ لأن أنا خايف إني أغلط في إشارة وأولاد الذين بيكونوا حاطين الأسئلة ترى الإجابات بتكون كلها قريبة من الصح. أحسهم بغلطوا وبيحطوا الإجابات الثانية. طبعا هو بيعرف هو شوفي فنية وضع السؤال الموضوعي اني انا بحط البدائل على خطأ الطلاب. شوفي الولدة من البدائل بتتحط على خطأ الطلاب يعني ألف با جيم دال هذولا بنحطين من أخطاء الطلاب وبعدين بتلاقي يا إشارة غلط يا إما بالغلط يا يعني بيعرف انت بإيش بتغلط بيجيب لك إياها على قد غلطك ببعديها. هاي شو هاي؟ قطع مكافئ هاي بدنا نستخدم الصورة العامة. ممتاز. قديش عليه هذا؟ 12 علامة. يا سلام يعني بدك 10 دقائق. بده 10 دقائق. هو بده 10 دقائق؟ حسب سرعة الطالب. طيب حسب سرعة الطالب. لما يقول لك وازم حفظ الصلاة شو استفدت منها؟ انه قطع مكافئ صادي. يعني ايش يعني اخلي التربيع لمين؟ لسين ولا الصاد؟ لسين. التربيع لسين. لانه محوره يوازي دير بالك ترى مرات بقول لك دليله يوازي الصادات اذا سيني. ايوه بدك تنتبه لهاي ترى هاي الترك اللي فيها. بس هاي الترك اللي فيها هذا ما راح نحله لانه طويل على الفاضي صراحه ما في شيء ما في فكره ومر افكاره كثير. هذا من الكتاب انا بدي 13 صراحه ثلاث عفوا أربعة بدي بس أربعة وهذول بنصحكم تحلون الاسئله اللي هن جيم وثلاث. حلو حلو غير السؤال. ماله؟ سؤال وزاري هذا. سؤال وزاري وهذا في الكتاب صفحه 372. شايف وين تركزوا يا جماعه؟ ركزوا على اسئله الكتاب، تمارين الكتاب، وركزوا على اسئله التوجيه السهل. بتلاقي الافكار مكروره بترجع تتكرر. لا تضيعوا وقتكم على تدوروا على اسئله خارجيه كثير. يا سيدي افرض اجى فكره يعني كثير هيك طايره يعني ما مرتش علي، قلت لك حاول فيها قد ما تقدر. لكن انه حرام تضيع وقتك على ان ادور على اسئله نوعا ما هيك افكارها معقده. وبعدين الاقي انه بيجيني قال فقره عليها مثلا خمس علامات. انت ضيعت 145 علامه عشان خمس علامات؟ لا انا بقول انت تدرب عشان تتقن تجيب علامات كامله في الاسئله اللي انت بتعرف تحلها. وبديش يعني الخمس علامات هذول يا سيدي. وانا متاكد انك مش راح تخسرهم الا تجيب منهم شيء. يلا كيف بنسوي هذا؟ بننزل عمود من باء لعين لام.
من باء لعين لام، بدك تنزل عمود هيك. كان في ناس بينزلوا من عين، يعني هو نفسه طبعا من هون نفس الاشي. ايوه ينصف ينصف عين لام. ممتاز، لانه هذا متساوي الاضلاع. طب انت ايش بتعرف عن هذا المثلث؟ انه كلات اضلاعه مالهم متطابع. اذا هاي 30 وهاي 30 40. لا الضلع 40 بس الزاويه قديش؟ زاويه 30 لانه يكون 60 كله 60ات بالضبط. هاي 60 وهاي 60 كويس، وهاي قديش؟ وهاي 40 وهاي معطيني اياها 90. ترى الفوقانيه مش مبينه كثير. وهالسعيات ايش بعرف؟ بعرف انه هذا 40 وهذا 40 وهذا 40، اذا هذا 20 وهذا 20. ايوه كمل استاذ. 20 احداثيات تبع عباره عن دال زائد جيم. اذا لحظه شوي، اول شيء الراس، خلينا نبدا بالراس. طيب احنا مش نبدا بالراس احسن؟ هذا ايش معادلته القياسيه؟ نقصد صاد لمين هون؟ التربيع صاد. صاد صاد صاد. الكل تربيع يساوي 4 جيم 4 جيم سين ناقص دال. هسه انا ايش ايش متاكد منه اللي انا بعرفه؟ الدال ولا الهاء؟ او شيء الدال ولا لا بعرف؟ بعرف الدال. الدال الهاء وها صفر. الهاء صفر. الهاء صفر، اذا الدال ما بعرفها. صاد تربيع تساوي اذا صاد تربيع، اذا المعادله هي اختزلت انا شيء من الحل، صار متغيرين جيم ودال. اذا طلعت جيم ودال خلصت السؤال. يلا كملوا. بس احداثيات النقطتين جيم تساوي 20. جيم تساوي 20 كيف طلعتيها؟ مش شكل مش لا لا عليك. طبعا مو صح كلامك، مو صح كلامك. جيم اللي هي البعد بين البؤرة والرأس، يعني هاي 20. 2 جيم يساوي 20. لا 2 جيم يساوي 20. نعم 2 جيم يساوي 20. انا اقول لك ليش. مش الدليل من تعريف القطع المكافئ، انه بيقول لك اذا عندك نقطه على المحور القطع مكافئ بعيد عن بؤره يساوي بعدها عن الدليل نفس البعد. صح؟ وين الدليل؟ ما هذا مش الدليل، ببالك هذا مش الدليل. هذا دليل، دليل يا استاذ. مين قال لك؟ بعيد عن البؤره، بؤره باء بعدها 40 وبعد نفس النقطه عن الدليل 40، معناته هذا دليله. لا لحظه، مين قال لك انه باء بعيده عن البؤره؟ مين؟ أنا بسولف عن نقطة عين يا أستاذ، بعد عين عن باء. يعني هاي أنت مش عن باء. لا لا، بعد عين عن باء. عين عن باء هاي المسافة. لا لا، اللي فوق، اللي فوق، اللي على المحور، على محوره 40. هاي قصدك؟ مش فاهم. عين النقطة عين اللي عند القلم من عين لباء لنقطة باء كم؟ هاي قصدك هاي بالضبط. 40. هاي 40 ما اكيد، ما هو معطيني اياها 40. اوكي، هسه عين نقطه على محوره وباء بؤره، وبعد عين عن لام برضه 40. عين عن لام 40 مزبوط. معناته محور الصادات دليله. من تعريف القطع المكافئ هيك. برد عليك هسه برد عليك. ليش؟ لانه من تعريف القطع المكافئ اذا كانت نقطه على القطع المكافئ فهي المجموع البعد او البعد، تعريف القطع المكافئ عفوا مش المجموع، اسف خربطت انا، مساوي عين باء البعد بين البؤره والنقطه اللي على القطع تساوي البعد بين البؤره والخط الثابت. فاذا هنا طلع عمليه عكسيه، هذه 40 وهذه 40، معناته هذا البعد يساوي هذا البعد، اذا هذا هو الدليل. بس هون صح. نعم. طب ايش نكمل السيارة؟ شو استفدنا؟ لازم حكى عين لام عمودي على. نعم لازم حكى لي انه عين لام عمودي على محور الصادات. حكى لي، حكى لي لانه حاطط قائمه هون، شايفها في الرسمي، حاطط لي اياها قائمه. يعني هو ما حكى بالكتابه بس هي لد عليها كيف. هي موجوده قائمه مش من عندي، يعني من الرسمي من الاصل، فهو قايل لي انه عمودي. معناته صح كلامه، معناته كلامه 100% صح. معناته هاي المسافة هي نفس هاي المسافة.
سيأتي هاي كلها 20، إذا 2 جيم تساوي 20، إذا جيم تساوي 10. صح هيك؟ صح صحيح. خلصنا السؤال هيك ولا لسه؟ لا ضل دال 40 دال 10 ضل دال يلا دال 10 مي بالنص 10 شو عرفك؟ بالنص سهلة خلاص. إذا دالها راح تكون إيش إحداثياتها؟ 10 وصفر. لا لا مش 10، ما احنا قلنا هاي كلها 20. طيب 10 اذا 10 وصفر بالمنتصف. مو هاي كلها 20، اذا نص 10، اذا دال 10، اذا صارت ص تربيع تساوي 40 في س ناقص 10. انت السؤال هذا بنحطه للاسئله الصعبه لأنه هذا كلمة السر، إنه دليله محور الصادات. لو دليله مش محور الصادات ما بنحل. ملاحظ شغلي هون، إنه الأسئلة الصعبة أغلبها حلها بالرسم. مش يعني مش قوانين، مش شغلة قوانين، هو برجع لك على المحل الهندسي وعلى التعريف وبلعب فيهم. صح. سواء في القطع الناقص ولا الزائد ولا المكافئ ولا الدائرة. لاحظوا سؤال الدائرة كيف نحل، نحل على الرسم، وهون نحل على الرسم. معناته الرسم خلوه ببالكم إنه يكون هو فكرة حل لأسئلة صعبة. طيب هذا خلص الامتحان، خلصنا كل الورقة أتوقع، ما ظل ولا ورقة، هاي آخر ورقة كانت في امتحان الوزارة. هالسياد أنتوا تقييمكم هيك العام شو هذا، صعب ولا سهل؟ توسط يعني توسط عادي. هسا السؤال المهم، أنت لو تمتحني على حالك تأخذي ساعتين، تحط ساعتين إلك لأستاذي، حطيت ساعتين وقعدت تحل بحق الله يعني هيك عجد، هل بتخلص ضمن الساعتين ولا لا؟ هذا سؤال مهم. رقم اثنين، مين بده يصلح لك؟ بدك تعرف انه انت يعني بجوز تراعي حالك، تمسك الكي مفتاح الحل وتصير تقارن، والله هي صح هي صح هي صح، وبعدين تفكر حالك انك انت بتاخذ علامة كاملة مثلا. وانا بنصح انه لا، ما انتم ما تصلحوا لحالكم، على الاقل امتحانين هيك انتم ما تصلحوا لحالكم، يعني ممكن تقارن بس انه انت شوف كم حليت من السؤال. واتوقع انتم واعيين اكثر من انكم يعني حدا يدلكم ايش تسوي، لكن تدربوا بهاي الطريقه. تعرف لو تسوي 5-6 امتحانات بهذا الاسلوب راح تروح امتحان الوزاره ما تلاقي عليك ولا شيء جديد، او على الاقل 80% من الامتحان راح تحله بدون ما تفكر فيه. يضل لك كم من سؤال هذول اللي باخذ منك وقت علشان ايش؟ تمشي حالك فيهم يعني بطريقه يعني كيف بدي اقول لك؟ تعرف تفكر فيهم. بعد مره صعب تلاقي الامور سهله. باذن الله الفصل الثاني يعني وضعه افضل بكثير من الفصل الاول، يعني ممكن تجيبوا علامات اعلى. باذن الله. المرة القادمة راح نرد نعيد امتحان ثاني، يعني نرد نحل امتحان أو امتحانين، إذا بنقدر بالحصة الواحدة نحل امتحانين بيكون أحسن. تقول شو هو يا أستاذ؟ 13. بقول ما تقول شو هو. كيف بدي أمشي؟ طلع كيف بدي أمشي بنظام؟ يعني مين آخر امتحان حليناه؟ 2018 شتوية صح؟ 17 بعدين. بنحل 17 صيفي. لأنه كانت أشد صعبة. أو إذا بدكم بنحل 2018 القديم، النادي القديم، لأنه امتحنوا 2018 قديم. لا لا، منهاج جديد زينا. أو عادي نفس الشيء. مو نفس منهاجكم يا زلمة. ما فيش بس لاحظت نفس الأفكار بالضبط. لا لا نفس الأفكار. تقريبا نفس الأفكار. دكتور يعني الأسئلة، يعني السؤال الدائرة إجا نفس الفكرة، إجا سؤال الدائرة. سؤال الدائرة نفس الفكرة. طب هذا نعمة يا رب. دكتور هيك يجي. دكتور تفضل. انا في عندي سؤال. تفضل. اللي هو اوجد معادلة القطع الزائد الذي الذي فيه 3 وسالب 1 احد البؤرتين والرأس القريب منه بؤرة احد البؤرتين والرأس القريب من والرأس لحظة طول قطع زائد ايوه والرأس القريب منها اللي هي 3 و2 اللي هي 3 و2 لحظه شوي رأس قريب
واختلافه المركزي بيساوي 2. الاختلاف المركزي 2. طب خلنا نرسم. إذا هو سين. لحظة. نتخيل شكله بس بالأول. طولوا بالكوا عليه. 3 وسالب 1. هي 3. صادق. وسالب. ما عاد ننزل. نعم. راح يكون صادق. هسه طول بالك. 3 وسالب 1 هي 3 وسالب 1. أول شيء طلع معاي امشي معاي عشان ما أسوي شيء غلط أنا. هاي بؤرة. الرأس قريب 3 و2. 3 و2 وين راح يجي 3 و2؟ راح يجي هون. مضبوط. كويس. إذا هاي بؤرة وهاي ايش؟ رأس. رأس. معناته كيف بده يكون موديله هذا؟ موازي لمحور الصادات. بالضبط. لازم يجي شكله هيك. جيم تساوي 6. إذا المركز بده يجي هون في مكان ما والباقي بده يجي هيك شكله. تساوي 9. كويس. هسا جيم على ألف قديش؟ 2. ألف تساوي 4. صح؟ إذا جيم تساوي 2 ألف. حط الصورة القياسية. لاحظة شوي، هسا هذا الرأس قديش؟ حكينا 3 و2، طولي بالك عليك هسا، هون 3 وسالب 1. وين جيم؟ جيم ناقص ألف تساوي جيم اللي هي هاي كلها. جيم ناقص ألف تساوي 3. لاحظة شوي، هسا احنا شو طلعنا من هون؟ من اختلاف مركزي إنه جيم شو بتساوي؟ 2 ألف. يعني هاي المسافة قد هاي مرتين. مو هاي ألف. صح. ألف اللي هي من المركز للرأس. جيم من المركز للبؤرة. بس حكالي إنه جيم قد ألف مرتين. معناته هاي كمان ألف. صح. إذن ألف 3. خلص. هنحل السؤال. بس خلصتو هيك ولا خلصتوش؟ صح. تفضل. دكتور أنا عندي سؤال. تفضلي. بس أنا تقول على أسئلة المغرب أوقف. تمام. هو سؤال أخطر على السريع. احكي. إذا وضعت 100 سمكة في بركة ماي كان معدل 100 سمكة. في بركة. طيب. كان معدل الزيادة في عدد السمك عين بيساوي 1 على جذر 2 نون زائد 1. لحظة. دال عين عدال نون قديش؟ 1 على جذر 2 نون زائد 1. طيب. فإن عدد السمك بعد 12 يوم قد ايه بيساوي؟ عدد السمك؟ يعني مش دال عين عدل نون. طيب سويها معادلة تفاضلية. دال عين يساوي 1 على جذر 2 نون زائد 1 دال نون. كامل الطرفين. بصير عندك هون عين. هاي بتصير كأنها 2 نون زائد 1 أس سالب نص. كامليها بيطلع 2 نون زائد 1 أس نص ضرب 2 زائد جيم. هسا يا سمكة لما كان نون صفر، لما نون صفر كان عين يساوي 100. 100 تساوي 2 زائد جيم. لا 2 زائد جيم تحط صفر هون، فبيطلع جيم بيساوي 98. إذا صار عين نون. دكتور لازم قسمتها معامل نون. نعم. لازم. والله انت كلامك صحيح، انا نسيت اقسم على معامل نون. إذا هاي شطبات. إذا هاي شطبات 99. إذا جيم هاي 1 صارت. جذر 1 هاي 1. إذا هاي 1 زائد جيم إذا 99. كلامك صح. إذا عين نون شو صارت؟ صارت 2 نون زائد 1 تحت الجذر زائد 99. هسه بدك عين قديش؟ شو عين اللي بدك اياها؟ بعد 12 يوم. 12. حط 12. خلص انتهى السؤال. 2 ب 12 24 بيطلع 5 زائد 99 104 زائد السمكة. دكتور طمطة الحصة الجاية. والله شوف انا الفتره القادمه صراحه راح يصير عندي الاسبوع الجاي ممكن ناخذ مكثف شوي، لانه الاسبوع الجاي عندي السبت بس مشغول، الاحد كمان شوي يمكن انشغل، بعدين ممكن ناخذ 3 ايام ورا بعض، بعدين اتوقع الخميس ببدا عندنا امتحانات فاينل، بصير دوامي كله في اربد.
واصير يوميا اروح على اربد وارجع. طب الحصه الجاي بايش بدنا نبلش؟ بدنا ناخذ 2017 بغير الحين امتحانات توجيهي بس ان شاء الله. واللي عنده سؤال يعني هيك بتحبوا مثلا الحصه الجاي بس اسئله لكم ما عندي مشكله، بس انا بقول لكم اذا بدكم لمصلحتكم ركزوا على امتحانات التوجيهي وبس. والكتاب طبعا انا برجع للكتاب.